السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى مع بعض حاجة جميلة جدا. لو عندك كرنبيتاية وكيس اندومي كده هنعمل بيه حاجة روعة روعة روعة، هتعجبكم كلكم وتعجب الولاد. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتفعيل الجرس. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض وصفتنا. اول حاجة عندي كده ايه الكرنبيتاية دي وكيس الاندومي. هبدأ بقى اعمل ايه؟ طبعا كيس الاندومي هخليه كده على جنب دلوقتي. هبدأ اجيب الكرنبيتية دي، هغسلها كويس جدا. بعد ما غسلتها وبقت معايا بالشكل ده كده، طبعا بتنزل مية. بعد ما غسلتها وبقت معايا بالشكل ده، لو فيها طبعا اي حاجة انت مش عايزاها هتبدأي تشيليها كده اهو بالطريقة دي. هنبدأ بقى نقطع الكرنبيتية كده معانا. طبعا بعد ما قطعت الكرنبيتية بالشكل ده، بصوا بيبقى عندي هنا ايه الجزء ده، ببدأ ان انا اشيله بالشكل ده كده اللي فوق، فبيبدأ بقى يتفتح معاكي الفروع اللي هي الصغيرة خالص اللي بالحجم ده. فانتي هتبدأي تاخدي بقى كل فرع كده وتفتح وتطلعيه من بعضه. زي انا ما عملت الكمية دي كده كلها، بتتعمل معاكي طبعا بمنتهى السهولة، ما بتاخدش وقت ابدا، سهلة جدا اهي كده اهي. انا حبيت بس ان انا اوريها لكم كده عشان تعرفوا بس احنا بنقطعها كده ايه ازاي صغير جدا بالحجم ده. ودلوقتي بقى هعمل ايه؟ هحط مكعب زبده بالشكل ده وهروح جايه ماسكه الكرنبيت كله. بسم الله. لو انت حابه تزودي له اضافات تانية مفيش مشكله، براحتك. لو انت حابه يعني تعمليها بحاجه تانية مع الكرنبيت مفيش مشكله، حابه تحط لها خضره، حابه تضيف لها اي حاجه مفيش مشكله اهي كده. نديها تقليبه بس كده كويسه، تقلبيها في الزبده كويس جدا. بصي حاولي انك يعني كل ما تغلفيها بالزبده كل ما يكون افضل، بيبقى طعم الكرنبيت فيها تحفه. يعني الزبده مع الكرنبيت بتديله طعم تحفه وريحه جميله جدا كمان. طبعا وهو كده على النار هنبدا نحط له رشه من الملح اهو كده، رشه بسيطه. هديله برضو تقليبه كويسه جدا. حابه بقى تزوديله يعني، انا مش حابه احط بصل وثوم ليها عشان يعني الاندومي احنا بنحب ناكلها خفيفه قوي بصراحه، مش حابين ان احنا ناكلها يعني بحاجات كتيره وكده. طبعا بعد كده هي هتطلع تشويحه كويسه ومعاها رشه ملح. بصوا بقى لونها عامل ازاي، هو اللون في الكاميرا بس متغير شويه، بصوا لونها مصفر. حابه بس اني اوريه لكم كده، بس لونها مصفر معايا شويه من الزبده. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هحط لها شويه ميه كده. بسم الله. طبعا دي حاجه جميله جدا للشتاء، يعني الاندومي كتير من الناس بيقولوا مش صحيه، بس يعني اذا كانت صحيه او لا التوابل بتاعتها احنا مش هنستخدمها اهو. هبدا انزل تاني كده بجزء من الميه بس كده. طبعا احنا حطينا لها رشه من الملح، هنحط عليها كمان رشه من الفلفل الاسمر. ورشه كمان من البابريكا، وسنه كمان من بهارات احنا هنعملها مثلا هنا بتوابل الفراخ، او ممكن تحط لها توابل مشكله اهي. يا دوب حوالي نص معلقه بالكتير من توابل الفراخ. مش هتحتاجي بقى انك تحطي البهارات بتاعه الاندومي خالص، لان بصوا بقى اللون بتاعها بقى عامل ازاي، مش محتاجه اي بهارات ولا اي توابل. همسك بقى الكيس الاندومي كده معايا، هبدا ان انا افتحه. طبعا دي لو انتي هي كده كده لسه ما استوتش وما دخلتش في السوا، فاحنا هنغطي عليها.
هبدأ بقى ان انا اغطي عليها كده. بصوا بتبدأ تفرق تغلي معايا، هسيبها بس ايه تاخد يعني تدخل في التسوية كده شوية معايا. بصوا بقى التوابل بقت عاملة ازاي فيها اهي. طبعا لما بتعملي اي حاجة وتلاقي فيها وش لازم بتشيليه اهي كده. هديها بس تقليبة الاول كويسة، وبعد كده هستنى هيطلع معايا الوش. هبدأ بقى ايه ان انا اشيل الوش بتاعها اهو بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ بقى اعمل ايه، هغطي عليها. هي خلاص قربت تدخل في التسوية، هغطي عليها بس دقيقتين مش اكتر. وبعد الدقيقتين دول احط بس المعلقة هنا، وبعد الدقيقتين دول هعمل ايه، تعالى اقول لكم. دي عندي هنا يا جماعه، بصوا دي هي شطه، اكيد يعني شطه ما فيش منها اي مشكله في اي مكان، الشطه هي شطه ومعروفه. دي توابل فراخ، نكهه الفراخ، عشان كده احنا حطينا التوابل بتاعه الفراخ. عندي بقى خلاص هنا انا حطيتها لمده، بصوا غليت معايا اهي، حطيتها تقريبا 10 دقائق مش اكتر او 5 دقائق كمان. هبدا بقى عندي الاندومي كده هقسمها بس الاول هي كده، وهروح اقسمها على اتنين عشان ما تطلعش طويلة قوي معايا والولاد ياكلوها برضو اهي كده اهو. عايزه اقولك بقى انت لو عملتيها للولاد مش هيقولولك دي بنكهة مش عارفة ايه ولا ايه، لا هم هياكلوها وهياكلوا كل اللي فيها وهياكلوا ده كمان فيها. لو حابه بقى لو عندك شويه حمص مسلوق مثلا وعايزه تحطيه فيها بيبقى جميل جدا برضو معاها اهي. حاولي بقى فكيها كده من بعض، هي اصلا مع الحراره هتلاقيها فكت، بس انا ايه بفكها كده من بعض كويس اهي. بصوا بتلاقيها فكت وعملت ازاي، شايفين؟ عشان كده بقى انا مش عاملاها طويله، عشان كده كسرتها عشان الولاد يعرفوا ياكلوها كويس. احنا بصراحه ما بحبهاش اللي هي طويله قوي دي عشان مش هيعرفوا ياكلوها. هديها بقى تقليبه كده كويسه واغطي عليها، وبعد ما اغطي عليها هرجع لكم وهنشوف برضو هنضيف لها ايه تاني اهي كده. بس هنشوف الاول الملح بتاعها كويس ولا محتاجه نحط ملح تاني اهي كده. ودلوقتي بقى انا خلاص عملت يعني سبتها معايا غلت ايه يا دوب في اول غلوه كده، طبعا هي لسه بصوا شايفين لسه كده ما استوتش. هبدا بقى اعمل ايه دلوقتي، هجيب طبق وهغرفها فيه. عندي كده بقى يا جماعه انا خلاص طفيت عليها، عندي كده ايه الكزبره دي، هبدا اخد الورق بتاعها بس اهي. بصوا كده اهي ببدا اخد الورق فيها، بيديني طعم جميل جدا للشوربه، وخصوصا ان احنا ما حطيناش التوابل بتاعتها فهيديها طعم حلو قوي. لو انت حابه بقى تحطي لها تضيفي لها فراخ او اي حاجه تانية مفيش مشكله، بس انا ما ضفتلهاش لان انا حابه اعملها لكم بالكرنبيتو بس. وطبعا هتشوفوا الولاد هيحبوها ازاي وهياكلوها ازاي اهي كده. هغرفها بقى دلوقتي وهوريها لكم، بس حابه الاول ان انا اقلب فيها الورق كده، بيديها نكهه جميله جدا وشكل جميل جدا برضو اهي كده. خلاص اهي بدأت تدخل برضو معايا في السوا، هغرفها بقى واوريها لكم. طبعا دلوقتي هبدأ برضو اغرفها كده معاكم. بسم الله اهو، بصي تغرفيها بكل اللي فيها اهي كده، تروحي حطها في التانية. بصوا بقى هحط لها برضو شوية من الشوربة كده، شايفين الشوربة ازاي كلها توابل وبهارات جميلة برضو. وانت عارفة برضو انت بتحطي لولادك ايه اهي كده. هطلعها بقى دلوقتي معاكم ونشوف شكلها عامل ازاي. ودلوقتي بقى اتعملت الاندومي بتاعتنا وبقت معانا بالشكل ده. انت شوفيها لو لقيتيها لسه نيه هتبداي، بصي اهي كده لو لقيتيها لسه نيه هتبداي بقى تضيفي لها ايه، تغطيها. بصي نضغط عليها بس كده من هنا اهي، هي كده مستويه، عارفين اللي هي ايه بتلاقيها بتعض دي، هي كده تسويتها معايا كويسه جدا. بصوا تبداوا بقى تاكلوها بالكرنبيت، طعمها والله تحفه روعه بجد، والولاد طبعا هياكلوها بيها. بصي بقى حاجه بصراحه جميله اهو.
بصوا جميلة جدا بصراحة، روعة، تستاهل فعلا ان انت تجربيها. شايفين؟ طبعا مغذية، محطة النهر التوابل بتاعتها، ان كانت مفيدة او مضرة ده مش يعني دي مش شغلتنا احنا، المهم عندنا احنا خدنا المكرونة وعملناها، عملناها بطريقة جديدة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم بقى وتجربوها. بس لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.